اخي زوا خسره اليوم لي 3 ايام واش غنقول لك؟ لا لا محمد رسول الله ومقهورين ومعذبين الحمد لله ونشكره. واش غنديروا؟ اللهم لك الحمد. اما الاسعار في المارشي غاليه، علاش ما حطيتي يدك غاليه؟ كنتي كتدي معاك 20000 ريال كتجيبي كاميه، وتدي معاك 40000 ريال تجيبي موتور صغير. الله يحسن العوان وصافي. كل شيء غالي، اللي حطيتي عليك غاليه. ما عطيتيش دايره 10 دراهم، 5600 ريال 7000 ريال في المارشي قاصحه القضيه. الغلا ما عرفنا منين، شي كيقول لك حق البنوك من البنوك، شي كيقول لك من الماء، شي كيقول لك من الفلاحه، ما عرفنا منين اخويا. هادشي اللي غنقول. جات عندي مرة دابا قالت لك عطيني دنجاله، عطيناها. علاش غنديروا ليها؟ ما عندك ما دير ليها، ما عندهاش غتعاون معها، ما عندك ما دير. ما ودي يشوفوا من حاله الدرويش، يشوفوا من حالنا ويعطفوا علينا ويحنوا بينا. راه حنا كنتوفاو والله العظيم، لا كنتوفاو كارين بالغلا والموضة والمصروف والوليدات. الله يحسن العوان. هادشي اللي كنطلبوا ليه، شوفوا من حالنا ويعطفوا علينا. السوق من افلس ما يكون في الدنيا، ماشي هذا، ما كاين حتى حاجه. ماطيشها هي 280 300 240 هذه 240 حتى النهار دابا كتقولها قدام الباب نهار الشيطان. الفلفله هذه 240، المسؤولين الله ياخذ فيهم شي حق، الله ياخذ فيهم شي حق من عندنا حنا، الله ياخذ فيهم شي حق. الدرويش ما بقالو فين يعيش، راه بقاو غا هما كيدوروا غا بيناتهم، وما حنايا راه حنا ما كيصلنا ما ناكلو.